كابتن احمد، شايف ازاي الماتش النهارده يا كابتن احمد؟ الحمد لله، يعني الماتش بتاع اللعيبه لحد دلوقتي، الماتشين بتاع اللعيبه اللي فاتوا احنا لسه ما عملناش حاجه. اللعيبه عندها امكانيات كبير جدا، امكانيات كبيره جدا، وبداوا يحسوا ويعرفوا ان هم بيلعبوا في نادي من اعرق الانديه في تاريخ الكره المصريه. نادي كبير جدا وجماهيره كبيره جدا، ان شاء الله باذن الله نرجع الفرقه لمكانها الطبيعي. والطبيعي اللي احنا نكسب النهارده عادي جدا، ده الموضوع عادي جدا، مش ما عندناش مشكله في اي حاجه. اللعيبه كانت بس محتاجه الثقه ويتنفض من عليهم شويه التراب اللي عليهم والشده اللي هم فيه اللي هم فيها، واللي جاي ان شاء الله بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه ان شاء الله. الماتشات كلها ماتشات كاس، اول 6 بونت في ال 11 ماتش في ال 33 بونت اللي احنا جايين عشانهم باذن الله. باذن الله فرقه غزل المحله تصعد اول المجموعه بمشيئه الرحمن. الاعداد النفسي اللي بتعمله اللعيبه بتكون ازاي، وبتتكلم مع اللعيبه ازاي قبل الماتشات، خاصه ان ممكن تبقى الماتشات اللعيبه شايفاها سهله، فانت بتتكلم ازاي مع اللعيبه عشان تهيئهم للماتش؟ هو اولا ما فيش ماتش سهل طبعا في المجموعه كلها، فرقه ديكيرنس فرقه محترمه، بيكون محتاجين يجمعوا بنات، هي دي صعوبه الدوري عشان المرحله الثانيه. فالماتش صعب جدا، الماتش اللي قبله ماتش النجوم برده نفس الكلام، الملعب صعب جدا يعني ما فيش ماتش سهل خالص. اللعيبه هو زي ما قلت لك، هم حته اعداد نفسي محتاجين الكلام، هم عندهم لعيبه خبرات كبيره جدا، لعبوا كتير في الدوري الممتاز، ولعيبه منهم لعيبه صغيره.